معايا عبر الهاتف الآن من زاوية أخرى وزاوية نادي الاتحاد، دايما نادي الاتحاد غالي علينا جدا. معايا عبر الهاتف الأستاذ محمد أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد. يا فندم مشرف ومنور، دايما سعيد بتواجد حضرتك معايا. ربنا يخليك استاذ كريم، احنا اللي اسعد والله، ربنا يخلي حضرتك. والدوري السنه دي، وده سؤالي الاول ليك، دوري السنه دي احنا شايفين الاتحاد بصوره جيده، يعني الصوره حلوه رغم كثير من الانتقادات اللي تعرض ليها الفتره الاخيره الكابتن طارق العشري واستقالته وتراجعه، بس الاتحاد في المجمل صورته جيده الموسم ده. انتوا راضيين على الاتحاد الموسم ده؟ والله يا كابتن احنا دايما بنتكلم بلغه الارقام، يعني الناس لما نكون بنتكلم بلغه الارقام ونقول ان الاتحاد مثلا النهارده في المركز الرابع، اي نعم الاهلي والزمالك لسه ما خلصوش في ماتشات كتير، لكن في المجمل العام زي ما حضرتك بتقول انا النهارده موجود ومتواجد، متواجد في 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 المربع او متواجد في النص اللي فوق في الدوري، ومن اول الموسم لحد النهارده اعتقد انه يعني في المجمل زي ما حضرتك بتقول ان الوضع اكيد يعني كطمأنينة وكوضع عام للنادي، لا طبعا الوضع الحمد لله وضع كويس جدا، ولكن احيانا انت عارف جماهيرنا طبعا جماهير برضو جماهير الاتحاد من الجماهير الذواقه اللي حابه دايما تشوف فرقتها بتكسب وبتلعب كويس، لكن احيانا في الدور الثاني مع بدايه الدور الثاني وخاصه بقى ان الفرق اللي تحت حضرتك صراع الهبوط على اشده، وان ماتش بيطلعك ثلاث مراكز اربع مراكز وماتش بينزلك ثلاث اربع مراكز، فاكيد الدنيا بتبقى بتتصعب كل مدى في الدور الثاني، فبس بنطمن الناس ان الوضع اللي الحمد لله مطمئن وان الفرقه ماشيه باتجاه كويس الحمد لله، وان كان الناس مش راضيه شويه عن الاداء، لكن ده مش في الاخر مش هو ده يعني الحساب، اكيد بيبقى في اخر الموسم، اكيد في لما قعدنا مع كابتن طارق والاستاذ محمد قعد معاه بعد الاستقاله، اكيد طبعا الحاج ليه تاثير كبير جدا 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 على كابتن طارق، هو كان طبعا زعلان شويه من الجماهير اللي بتهاجم وكده، بس الحمد لله يعني قدرنا نعدي الفتره دي، والحمد لله كابتن طارق مكمل معانا، وان شاء الله ربنا يكرمنا كده ونقدم بقيه الموسم بشكل جيد يرضي الناس ويرضي جمهور نادي الاتحاد، وبرضه يرضي غرورنا كاعضاء مجلس اداره، يعني ان احنا برضه نعمل الاداء الكويس مع النتائج الكويسه الحمد لله ربنا. طيب حضرتك بتقولي انه كابتن العشري مكمل لنهايه الموسم بشكل طبيعي، النهارده كان في اخبار كتيره جدا عن انه نادي الاتحاد يتفاوض مع المدير الفني بابا فاسيليو، هل الكلام ده خاطئ تماما ولا حصلش يا فندم؟ ما حصلش خالص الكلام ده خالص، ما حصلش اي مفاوضات من اي نوع ومن اي اتجاه. طبعا الاستاذ محمد يعني دايما معودنا على الديمقراطيه في هذا الموضوع، يعني لو في اي اتجاه من هذا النوع بنعمل مجلس اداره او بنعمل كونفرنس كول وبنتكلم في القصه، لكن الكلام ده ما ليس له اساس من الصحه خالص يعني خالص. طيب كابتن طارق ابن النادي مدرب كبير سي في كبير، النتائج لحد دلوقتي النتائج كويسه جدا، ما اعتقدش يعني ان في اي اتجاه لان يحصل اي زعزعه للفرقه في الاتجاه في الوقت الحالي يعني. عظيم جدا استاذ محمد، انا عارف ان انتوا في نادي الاتحاد بتشتغلوا بالقدرات الذاتيه حرفيا يعني، وصراحه من اكتر الانديه كمان اللي ما بنسمعش لا مشاكل ولا ازمات، وحتى الناس اللي بتدعم طول الوقت ما بتطلعش تقول انا دعمت، رغم ان الاتحاد بطبيعه الحال زي كثير من الانديه الجماهيريه في مصر طبيعي بيخش في ازمات ماديه ومفروض او من المفترض يبقى عنده مشاكل ماديه، بس ما بنسمعش من لعيب مثلا عنده مشكله، ما بنسمعش لعيب مثلا اشتكى للاتحاد في الاتحاد الدولي، ما بنسمعش الكلام ده خالص، ازاي بتشتغلوا بالطريقه الصعبه جدا وقادرين تنجحوا فيها؟ بص والله يا استاذ كريم يعني حضرتك قلت الخلاصه بتاعت الموضوع دي حقيقه، وطبعا الفضل ربنا سبحانه وتعالى سميت الاستاذ محمد في المقام الاول دعم غير عادي ودعم غير محدود، ومعه بعض من اعضاء مجلس اداره النادي الحقيقه يعني ما حدش بيبخل باي جهد ولا باي وقت ولا اي يعني ولا اي امور ماليه ولا اي امور ماليه طبعا. لكن 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 في الاخر يعني ما نحبش نتكلم في القصه دي والله، لكن فعلا لا يعني استاذ محمد طبعا مش عايز اقول لحضرتك يعني حوالي 90% من الدور قايم بيه على اكمل وجه، زي ما حضرتك قلت ما عندناش مشكله، ما عندناش حد بيشتكي، ما عندناش الحمد لله لا لعيب اجنبي ولا لعيب مصري، مفيش حد عنده مستحقات متاخره، فده كله طبعا فضل ربنا التيم كله اللي اختاره الاستاذ محمد كله تيم يعمل على قلب رجل واحد، ودي الحمد لله ربنا يعني يعلم، احنا كمان بالنسبه لبقيه الانديه الجماهيريه احنا في موضوع اصعب مش كتير، احنا عندنا 19 لعبه في النادي
غير مثلا ما تلاقي النادي الاسماعيلي والنادي المصري كل واحد ما فيهمش غير كره قدم بس. فانا مطالب ان انا اصرف على 19 لعبه بحجم الاعضاء النهارده. الجمعيه العموميه عدت حوالي داخلين على 50,000 عضو، فالموضوع تقيل فعلا، تقيل 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 طبعا. وانا شايف انه ربنا بس يساعدنا كده يا رب ونكمل الدوره دي، ربنا يكرمنا يا رب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. استاذ محمد، الزمالك عنده ماتش فيوتشر وبعد كده هيلاعب الاتحاد مباشره في الدوري، هل بتفكروا في اي اجراءات احتفاليه تكريميه لنادي الزمالك بعد فوزه بالكونفدراليه؟ والله ما نعرفش ايه اللي هيعمله في فيوتشر الماتش الجاي، لكن احنا اول الناس، يمكن الاستاذ محمد ادى اوردر على الموقع الرسمي على طول، يمكن كانت اول تهنئه نزلت هي تهنئه نادي الاتحاد نادي الزمالك الشقيق طبعا. وان شاء الله برضه نبارك للنادي الاهلي ان شاء الله الاسبوع اللي جاي باذن الله. طبعا فرقه بتمثل مصر وده فخر وشرف لينا كلنا، وان شاء الله يعني متعشمين في ربنا كده ان احنا نلحقهم بقى كده في اي بطوله السنه الجايه ان شاء الله. فلا طبعا اكيد اكيد يعني الاستاذ محمد هيشوف الموضوع، بس خاصه يعني الموضوع هيبقى ممكن يبقى عندنا صعب شويه لانه الماتش هيتلعب في استاد القاهره. يعني لو كان الماتش كان عندنا في اسكندريه اكيد كان هيبقى في اجواء وكان هيبقى في تنظيم من ناحيتنا، هيبقى في حاجه كويسه. لكن يعني اكيد لا، بنبارك طبعا نادي الزمالك والف مبروك ليه ولمجلس ادارته وجماهيره العظيمه. وان شاء الله باذن الله يعني يبقى نقدر نعمل اي حاجه يبقى لما يجوا عندنا ان شاء الله في اسكندريه ان شاء الله. استاذ محمد، دايما السؤال ده مكرر انا عارف، بس لانه واحد من اهم نجوم الدوري المصري مبلولو مؤكد طول الوقت عندكم عروض سواء في مصر او خارج مصر بالنسبه للاعب، اللاعب مكمل مع الاتحاد الموسم القادم ولا هتستثمره فيه بعد نهايه هذا الموسم؟ والله بص، ما في، انت عارف ان الكوره ما فيهاش ثوابت يا كابتن كريم. يعني هي القصه كلها عقبال ما الموسم بس يخلص، واحنا بقت عندنا مشكله امتداد المواسم دي كمان. ايوه كتير بقى الموضوع صعب جدا جدا جدا. يا ريت والله نشوف لها حل، يعني الموضوع فعلا بقى صعب. الموسم بيشتغل طول السنه ما عدا شهر ونص او شهرين بالكثير، وده طبعا عامل لود كبير حتى علينا، حتى في الناحيه التسويقيه. حتى لما تيجي حضرتك انت النهارده بتفكر ان انت مثلا لعيب زي ما بيقولوا لو جاله عروض النهارده الدنيا بتبقى صعبه، لان هو النهارده النادي اللي عايز يجي ياخده عايز ياخده النهارده، عايز ياخده في شهر 6 عشان يبدا معاه في شهر 7 هكون انا لسه شغال دوري. فطبعا الموضوع صعب جدا، فاحنا طبعا مش قادرين ناخد اي قرار دلوقتي لحد ما نشوف الدنيا. انت حضرتك قلت نقطه في منتهى الاهميه وهي خطيره وبيعاني منها كل الانديه بالمناسبه. يعني دلوقتي مثلا عندك عرض من مبلول، العرض دوت عرض مادي كبير جدا، فانت ممكن توافق انك تسيبه لنهايه الموسم وتاخد الفلوس دي تستثمر بيها في نادي الزمالك في لاعبين، في نادي الاتحاد في لاعبين اخرين، بس برضه في نفس الوقت مش هتعرف تبيعه في شهر 6 وانت لسه الموسم شغال. اكيد الموضوع صعب جدا. أكيد صح والله. الموضوع صعب اكيد، ما ده من مساوئ امتداد المواسم والله يا كابتن كريم، وربنا ان شاء الله بقى يعني ييسر ونحاول يا رب نشوف مخرج او علاج للموضوع ده. احنا بقى لنا 4 مواسم من ايام الكورونا والموضوع صعب جدا جدا فعلا يعني. صحيح. وان شاء الله نتمنى الخير للكره المصريه كلها يا رب ان شاء الله. يا رب دايما التوفيق كمان لنادي الاتحاد. استاذ محمد احمد سلام عضو مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه.